L'intégrale est favorable à la négative sur D. We have a responsible principle. The main principle here of this meeting is to be sure that we have trust, okay, in the Chinese investments. We have a very big confidence in it. This is to be sure of that, okay, in all parts or in all fields, okay. وحنا اليوم بما أنه الديليغاسيون عند التوجه في القطاع الفلاحي هذاك الشيء حضر معنا المسؤول على القطاع الفلاحي لو كان قطاع ديال الصناعه اخرى كان غادي يحضر معنا علاش لان حنا كنديروا واحد الديفلوبمنت كنشتغلوا بوليتيك كنقلبوا كنفتشوا كنبحثوا كنهديوا ولكن كنعطيو للناس ديال الاختصاص هما اللي كيجاوبوا على الاشكالات حنا كنحميو الاستثمار وننجحوا اما المعرفه وداك الشيء كترجع للاختصاص ولهذا اذا كان مثلا الاسئله ربما يبغيو يهضروا ما عندناش مشكل بالوقت الاسئله طرفهم باش يجاوب ديريكت ويتحفزوا وكنقترحوا عليهم في نهايه المطاف اذا كان الوقت او زياره اخرى ندير واحد الجوله في الحوض الفلاحي باش يعرفوا شنو المعايبات ديالك وقت هذا الشيء ياك عزيزي السوسي اوكي سو سينس Since your delegation, okay, is interested in agriculture, so here, so this is why المعطيات المتعلقة بالإقليم من حيث الجماعات ومن حيث المؤهلات فلقد تلقينا ونود معرفة المزيد من المعلومات والمعطيات خاصة بالصور المزيد من المعلومات ولكن في الحقول نود زيارة الحقول خاصة الحقول المتعلقة بالشاي بنبتة الشاي وإذا كنتم تتوفرون على حقول أخرى لا مانع لدينا للاطلاع أكثر على المجال الفلاحي أكثر خاصة الشاي ونود أن نقوم بمشروع جد متطور the Larache as a province, okay, it's 100% agricultural province. This is the first you have to know. So when we receive as a province, okay, you really want to visit us, you are in the right address, okay? So here you are in the right address. So this is what we consider more. Yes, you are in the right position. كنا كنتمنوا الوقت ديال الهيدر شي يسمح باش نمشيو للتيرا نزوروا المعامل الفلاحية اللي قدروا للمطار ونزوروا الوحدات الصناعية وهنا غتبغي تقول لهم اللي دابا حنا كنشتغلوا عليه في القريب في لافينير هو واحد لاغروبور اللي دابا راه اصبح حقيقة غادي يكون عندنا هنا في الحوض ديالنا في بوكوز لاغروبور غادي يكون ديالنا باش يعرفوا فين غادي والمجلس الاخر غادي يتكلم عليه السي دودوش دار مختصر ومعروفة جدا بمنزل الحيوان الشهير باندا. This is really the biggest agricultural province in China, the Sichuan province. وهو إقليم فلاحي بامتياز في الصين. وهذا سيشوان زونغ هو الجزء الأكبر. سيشوان. سوي. سيشوان نوعية، جوشان، تام شماعيا، فيتانغ، جيوس. It's actually just like a panda and beloved by all of the world. So agriculture also really very much advantages, you know. So and new technologies. So we would like we hope will be also loved by Morocco. So that we can shoot, have our good in Morocco. Okay. So, كمثال مثل حيوان باندا يحب المكان ويحب الطبيعة
فالفلاحة التي نقدمها كذلك سنحبها ستحبونها ولها إيجابيات عديدة، وسنقدمها بطريقة بتكنولوجيا، سنستعمل تقنيات جديدة جدا ومتطورة، سنحب المدينة وسنحب المغرب سنضع عروقنا فيها.